حد شاف اليافطه الزرقاء؟ حد شاف اليافطه الزرقاء؟ كام واحد قربها؟ يرموا حاجه منها اللي بالانجليزي، سيبك بالعربي. ايوه يا ابني الفرنسي ده اللي فينا حلو. اللي بالانجليزي بقى ايه بقى؟ يا جيب ابتدائي كمان والله وير حد قراها باش باش بي وير عشان وير وير يعني دوده ايه علاقه الدوده بالجبابه اهو ده يا عيني ما بيقراش ده ادي النتيجه حاجه في القراءه اهي اهي مش هقول بقى شفت وقريت الحته لا اهي ده واحد ما بيقراش ايه وين المفروض انها جايه من كلمه وير ايه يعني وير يعني يرتدي وور مش كده برضه وور يبقى بدل الام دي ان حد يجيب وقراها مش وهاب بتقراها بقى عايز اقول لك هي دي نتيجه عدم القراءه اي عمل يعني عدم وبيتعلقها في كليه الهندسه مش وهاب بهزله يبقى ده يعتبر تقرير على فكره ولا تقرير خد في الاجابه انا قبل كده يقول لك ارمز الامامه علشان في حاجه اسمها فيروس كورونا منتشر في الجو وعلى فكره ما ينتشرش في الجو هو بينزل على الاصل يعني انت قاعد كده في شيء من ده واحد بتوع الاسلام كنت لازم يديه كده اجيلها تشم لك شويه ايه هو التقرير بقى؟ عباره عن ايه التقرير؟ انت بتكتبوا الكلام ده ولا لا؟ انت بتكتب واحد واخد الكلام تريقه انا امن عليا واوصل رساله وصلتها يلا نجحنا واصل ان شاء الله معانا وصل احنا بنعمل علينا الموضوع انا دبست الماده وبس ما هو التقرير؟ التقرير هو عباره عن يعني شكل ومضمون التقرير عباره عن شكل ومضمون شكل يعني ايه؟ يعني المنظر شكله ده كمامه فوق اهي متصوره وبعدين في اللون الازرق عاملين حته زرقاء مكبين بالابيض ده الشكل بتاع التقرير ده اسمه شكل شكل ايه المضمون بقى؟ يا جيب ارتدائي الكمامه واضحه لسه يبقى التقرير عباره عن شكل ومضمون بين قوسين كلمه مضمون ده محتوى ايه المحتوى بتاع التقرير؟ ايه هو الشكل بقى؟ طب انا قلت له ايه؟ يقول لك الشكل متفق عليه ليه فورمات يعني عارفين الفورمات؟ حاجات فورمات للمنظر والمضمون لابد ان يكون في المستوى هنا بقى اللي بنكتب تقارير فنيه نقول ايه هو الشكل بقى؟ تقرير فني ايه هو الشكل بقى؟ يقول لك الشكل مكتوب بلغه سليمه وسلسه الاسلوب خال من التعقيد والمبالغه واستعمال المحسنات الله وصيت لما تكتب تقرير اكتبه بلغه سليمه بلغه ايه؟ سليمه دي اول نقطه اللغه ما هي سليمه وسلسه الاسلوب يعني تكتب التقرير بعض حتى الكتب العلميه اللي هي سهله الفهم زي مش زي كتب المنطق يعني واحد وقع فيها كتاب مثلا علم نفس مثلا هتلاقيه مكلف علم النفس ده نظريات واساليب معقده يبقى الشكل اللي مكتوب مكتوب بلغه سليمه وسلسه الاسلوب خال من التعقيد والمبالغه واستعمال المحسنات اللفظيه الكاتب اللي هو عباس محمود العقاد غاوي يعمل الحاجات دي غاوي عقد الامور دي عقدها ليه يا عم العقاد؟ معلش دي عقدة نفسية عاوز يتحداك عاوز يتحداك
طلع انت معاك بكالوريوس هندسه مش كده؟ بكالوريوس هندسه مش هادي كده وارض الهدي ما عليك يهدي. وهو ما خدش ابتدائيه او خدها ابتدائيه بيد حد خريج الجامعه بايه بقى؟ انا عاوز واحد يفهمني، انا عايز واحد يفهم الكلام ده. انا معيش شهاده لكن الراجل يفهم انا بعمل ايه. دي مشكله عباس العقاد، يبقى خالي من التعقيد والمبالغه واستعمال المحسنات اللفظيه. دي عكس ما كان بيعمله عباس العقاد. المضمون ايه هو المضمون؟ طب ما انت مهندس لابد ان يكون بمستوى علمي جيد. زي ايه؟ ساعات يقولوا لنا الماده دي يا ريت تدرس في رابعه، سنه رابعه او السنه اللي قبل البكالوريوس. يا ريت الماده دي ندرسها قبل البكالوريوس. ليه؟ يقول لك عشان الطالب يبقى فريش كده والماده العلميه بتاعت الكتاب التقارير الفنيه لسه في دماغه يقدر يكتب. هتبتدي حضرتك في البكالوريوس ايه الحاجه الوحيده اللي هتفرض عليك تكتبها؟ مشروع. المشروع الحاجه الوحيده، والباقي كله بينتقل. هو المشروع ليه مشروع؟ عشان كل مجموعه واخده مشروع غير الثاني. انما لما يكون في هوم وورك ولا حاجه هو التن او التلاته اللي بيكتبوا والباقي عمال يصور ويتروا على الاستاذ وخلاص. يبقى لا، المضمون لابد ان يكون ذو مستوى علمي جيد. زي ايه؟ المشروع. وبعدين في واحد يقول لك ايه؟ خليها لهم سنه اولى ويا ريتها كانت في اعدادي علشان يبدا من هو سن صغير. اه العدل ايه؟ مش انت كده؟ انت حبيبي تعرف ايه؟ وانت سايبه حتى رايك، سايبه حتى رايك بالاحضار يا سيدي. يا ابني بلاش القعده دي، الله يخلص عنه شويه، ابعد عنه شويه. المضمون لابد ان يكون على مستوى علمي جاي. زي المشروع قلنا في سنه، قلنا انقطاع في اعدادي وناس قالت قبل البكالوريوس. في اعدادي يعني السنه اللي فاتت المفروض تاخدها علشان تبدا تفهم كويس قوي ان في حاجه مهمه جدا اسمها القراءه. القراءه مهمه جدا. انت ما تبقاش من الباب اولى، بس طبعا سنه اولى على ما توصل بكالوريوس ده انت قاعد دلوقتي بتتريق على الماده. لو انت قاعد هنا بتتريق استخير في الماده، مع انها ماده من اهم المواد اللي بتدرسها الكليه. يعني طالب هندسه حلو، طالب هندسه بس لازم تكون قارئ، قارئ وقارئ جيد. الشروط الواجب توافرها لكاتب التقرير، يعني انت يا كاتب يا المفروض قارئ قبل كده، ايه الشروط؟ بس احنا بنحشرها يا شباب في كتاب التقارير الفنيه الفنيه، مش قراءه، مش كتابه عاديه. هدي لك مثال بسيط برضه انت ناسك تقع فيه. انت محتاج تدخل لرئيس القسم وتقول له يا دكتور نعم انا عندي مشكله في الماده الفلانيه في الكنترول وما اعرفش جبت ايه ورحت ايه وبتاع. انا مالي ما انتش هتعملها لي، اصل انا حليت، اصل انا مش عارف ايه، اصل انا ايه، وفوجئت ان انا الدرجه اللي قال لي ايه. انا فضيله اكتب الكلام بتاع ده في ورقه وهاته، تمام كده؟ اكتب الكلام ده في ورقه وهاته لي. يبقى ابنه كلمة غريبة قوي عليا، اكتب اكتب يعني ايه اكتب؟ هتحس كده الحاجات دي غريبة عليك بالصوت، غريبة عليك وانت طرف طرف داخل تجريش يفوي. الراجل مش فاضيلك، عنده شغل، هيقعد بقى مرفع ايده كده يقعد يسمع حضرتك. كم واحد في الكلية ده بيقعد يسمع كل واحد بالطريقة دي؟ ايه ده؟ لا في طريقة تانية، تعال اكتب. السؤال بقى اللي هيسأله الطالب، اكتب ايه؟ شفت العمليه ماشيه ازاي؟ قلبت. اكتب ايه؟ انت مش بتقول لي ما تكتب اللي انت عايز تقوله. طبعا لما يجي يكتب هتلاقي كلام يهلك للضحك. اولا تكتب بلغه
على فكره ده في ناس ما بتعرفش الفرق بين الطه والتاء، القاف والكاف، الضاد والتاء، بيعرفوا الفرق بينهم. صدقوني كان في وزير وايه وتربيه وتعليم، وانا كنت اعرفه شخصيا بس فوجئت انه بقى وزير. انت وزير انا عارف عنه كل حاجه، عارف عنه كل حاجه. كان معانا في منطقه جمال، فكنا دايما نروح نقعد كده قاعده كده نشرب شاي. انا رجعت وهو رجع، ما حصل كده فركش اي حد في امان الله، وفجاه فلان الفلاني وزير. يا رب هو الراجل ده ولا مش هو؟ هو الاسماء كتيره زي بعضيها. ما صدقتش ان هو ده، لما شفت صورته في الجرايد والتلفزيون يخرب بيتك وزير. ما بيعرفش الفرق بين الضهر والته، كله كلامه كده لما يجي يكتب زي الكلام كله كده فضايح. وزير التربيه والتعليم، لا بجد احنا محظوظين قوي في البلد. فاذا الطالب لما سمع الكلمه بيقول له اكتب وهات لي الورق، اكتب ايه؟ ده لاحظ بقى ان اتزنق الواد حاجه من الاثنين، يعني يقول له حاضر يا دكتور روح ما يجيش، يا اما يسال اللي حواليه هي الفورمه او الشكل بتاع التقرير ايه اللي قدمه للاستاذ الدكتور رئيس القسم. ده ليها دباجه يا شباب، السيد الاستاذ الدكتور رئيس قسم، انا بسميه كده كده. في ناس بتحب تجيب اسم، ما حدش يعمل الحركه دي. رئيس القسم بيتغير، ده تليفون ولا واحد بيهرج؟ في حد بيهرج؟ المهم ما هو بعد كده هشتم على فكره وشتايم الصميم بس ربنا يسامحك. اكتب. هكتب ايه؟ واحد كتب مره طلب للاستاذ الدكتور رئيس القسم، مش رئيس القسم، استاذ الدكتور السيد احمد، السيد احمد. قال له يا ابني ده، طب دي بعد سنه ولا اتنين انا مشيت، هدوروا على السيد احمد، احمد ده منين؟ يا ابني اكتب كده السيد الاستاذ الدكتور رئيس قسم الهندسه الميكانيكيه، ادي اول حاجه. نمره اتنين قول له صباح الخير يا اخي، تحيه طيبه وبعد، اقدمه لسيادتك الطالب فلان الفلاني اللي قاعد في الحته الفلانيه. الموضوع عباره عن ايه بقى؟ حصل لواحد اثنين ثلاثه، خلي اللي بيقرا فاهم التسلسل ده، تقعد الناس تيجي تقرا يسمع بقى ايه الفاظ كلمات غلط، سبيلنج غلط بتشوفها في الامتحان على فكره، وخطوط زي الزفت، خطوطه وحش في الكتاب. دي بتدل على انك ما كتبتش حتى وانت في كي جي 1، خطوط وحشه جدا. انا بعرف الانسان من اللي هو لما اجي اقول اعمل طلعوا لي ورقه يا شباب واكتبوا لي يلا بالمره بقى، وكل واحد يكتب اسمه بنفسه، ما حدش يكتب اسم حد موجود او مش موجود، يعني ما تكتبش اسم حد مش موجود. عايز اسمع تقول ايه؟ يا لما قول تقول احنا خط التليفون اللي جبت هنا النهارده. عايز ورقه تمر عليك، كل واحد في عدوته سكشنه، وكل واحد يكتب اسمه بنفسه، ما حدش يكتب اسم حد تاني حتى لو قاعد جنبك، حتى لو قاعد جنبك هو يكتب اسمه. ويا ريت ما حدش يكتب اسم حد مش موجود، ما حدش يكتب اسم حد ايه مش موجود. وهتعرف عليه من خلال خطك، هشوف بقى الفضايح. ما احنا شفنا الفضايح بالرسم الهندسي، انا عارف خط الخط سعيد، الفضايح شفناها كويس قوي بالرسم الهندسي. مش كنا بنقول الرسم ده، دايما اقولها كده، الرسم ده فن، اصل الهندسه فن. والفن بيجي منين؟ الفن بيجي منين يا هندسه؟ بيجي من الذوق. والذوق بيجي منين؟
الإحساس. طب الإحساس بيجي منين؟ من التربية. حط على كلمة التربية دي كده علامة كده. واحد يقول التربية يعني قليل أدب ومؤدب، لا مش دي. مش دي. وقلت له قبل كده المثال، بيبي صغير عنده 4 سنين. بس القسط لما الحاجات دي الواجب توفرها في كاتب التطبيق. واحد الالمام التام بالاسس العلميه قدام عامل ايه في مكتوب وتقرير كلمه الالمام التام يعني ايه؟ يعني قريت يجب ان يكون لديه خبره علميه وعمليه. اللي بيكتب التقرير لازم عنده خبره علميه وعمليه. ثلاثه واسع الاطلاع في قراءه برضه اهي، واسع الاطلاع في جميع المجالات. ايه تقصد ايه المجالات؟ فيزياء؟ لا فهمت مهندس اهو. يبقى عندك شويه فيزياء، عندك شويه كيمياء، عندك شويه رياضيات، حاجات تندي تكون انت ملم بيها وفاهم. واسع الاطلاع في جميع المجالات. الكلام اللي انا بقوله ده على فكره مش زي ما تكلموه في حيز صغير اسمه كتاب التقرير الفني، لكن المفروض تكون في كل حاجه. اربعه قارئ، بص دي بقى هيوضح اكتر ايه قارئ لاحدث الاصدارات موضوع التقرير حتى يتجنب التكرار. يعني حتى برضه مسموعه قوي، بس اهم حاجه قارئ لأحدث الإصدارات في موضوع التقرير حتى يتجنب التكرار. قارئ جاي، قارئ لأحدث الإصدارات. خمسة الأمانة العلمية عند عرض آراء الغير. آراء الغير، الأمانة العلمية عند عرض آراء الغير، وأن يكون محللا عادلا وناقدا محترما. بما توصل إليه غيره. محلل عادل وإيه؟ أمانة علمية ناقدا محترما عند عرض آراء الغير. ستة الإلمام بمختلف الطرق لإجراء الدراسة العلمية سواء نظرية أو عملية. الإلمام بمختلف الطرق لإجراء الدراسة العلمية سواء نظرية أو عملية. في دولة شباب زي أمريكا الطلب بيطلع معاه بكالوريوس هندسه. تفتكر بيمارس المهنه؟ لا. لما يطلع بالبكالوريوس؟ لا طبعا. لازم يحضر عشان يمارس المهنه لازم يكون معاه بطاقه تقول ده يمارس المهنه. عشان تطلع له البطاقه دي بيشوف السلم، ده لو هو واخد البكالوريوس اول بيمتحنوه تاني. هو معاه بكالوريوس بيمتحنوه تاني ماده كده زي عارفين التويفل والجي ار اي والمواد الحالات دي. تويفل عشان اي طالب يخش الجامعه في امريكا او اي جامعه امريكيه لازم يكون معاه ما يثبت انه بيعرف يقرا ويكتب. ما هو جايز برضه خدها كده جدعان. فالتويفل دي معناها هي كلمة أوائلية على فكرة، أكرونيم تيست أوف إنجلش أز إن فورين لانجويج. أيلتس برضه أيلتس دي أمريكا ولا إنجلترا؟ التويفل الأي إم إس دي بريطانية. أه التويفل دي أمريكانية. بعض الجماعة بتطلب ده وده.
لو رايح انجلترا يقول لك اعمل لي هيلث دلوقتي اللي هو شغال في ام او اس هو بيسمع ضيفون ما شاء الله شكلك فاهم يا حسام عايز قال ضيفون في حاجه ثانيه اسمها جي ار اي جي ار اي جرادويت ريكورد اكزام ده برضو عشان تبقى طالب تقدم على ماجستير ولا دكتوراه لازم تمتحن الماده دي الجي ار اي تثبت انت بتفكر ازاي عايش ولا مجرد واحد متلصق لا لازم واحد ما جابش السكور يعمل ايه؟ يروح ياخد فتره عيد تاني هي في نفس الوقت بيزنس هي بيزنس اللي هي قادره تعمل دي تدفع فلوس زائد يا شباب اسمه بروفيشنال انجينيرنج اكزام لازم تجيب له سكور هم عايزينه برضه ما جابش سكور عيده تاني ما جابش سكور عيده تالت ما جابش سكور عيده رابع وراه ما تقدر تبقى مهندس ولا انت هتاخد البنتلوش تعلقه في البيت زي ما كده ايه انا هتجوز واقعد في البيت مش مهم عندي ما درست ليه بتتعلم ليه عشان تبقى انسان وبس لا لازم تمارس المهنه برضه فبيعملوا امتحانات الامتحان ده عشان لو كنت ناسي تفجرت هي دي هم ليه متقدمين شغالين دماغهم شغاله امتحانات يبقى قلنا ايه بقى؟ انا هديلك كده ماسك جمله كده وافتكر لك حاجه اقولها لك الامام مختلف الطرق لاجراء الدراسه العلميه سواء نظريه او عمليه سبعه اتقان تقنية كتابة التقارير من حيث الشكل يعني مثلا واحد بيكتب بحث في هيئة علمية معينة هيئة علمية معينة بتقول لهم يا جماعة انتوا عاوزين شكل التقرير ايه؟ لما تكتر الجورنال زي عواميد في العواميد كده وساعات تيجي تقرا مجلة هتلاقيها بعرض الصفحة كده وصلت الفورمات الشكل ايه يا جماعة لازم تكون ملم الهيئة دي تطلب تقرير شكله ايه؟ على ورق الفول على ورق الفريق طباعة الوان حاجات زي كده يعني بص اللي جاي ده اتقان اللغه المستخدمه لكتابه التقارير اتقان اللغه المستخدمه لكتابه التقارير عربي او انجليزي او فرنساوي لازم تكون ايه؟ اللغه دي انت فاهمها مش تكتب اي كلام وتضحك الناس عليها هذه الشروط الواجب توفرها لكاتب التقارير طيب إذا لم تتوافر الشروط دي لكاتب التقرير التقرير هيبقى شكله إيه؟ يعني لو أنت لا بتقرا ولا بتعمل حاجة وتكتب تقرير كده هيبقى شكل التقرير إيه؟ أي حاجة؟ لو أنا مش متعلم ولا عمال أقرا وبعدين طلب مني أكتب تقرير هيبقى شكل التقرير إيه؟ بصوا أعرف بقى اللي هنشوف احنا بنشوف في الامتحانات العجب منكم شوف العجب وضوء تلف الكلمة ادي واحد كلمات رقيقة وبعض الاوقات بيدي ملاحظات تغيظ يعني يستفز يقول لك انا نفسي والله اجمع الحاجات دي في تقرير واقدمها للاداره احتوائي مش في فرق لو لم تتوافر الشروط السابقه تكرار هتكتب هتقول ايه بقى؟ شكل التقرير عامل ازاي؟ واحد احتوائي على معلومات علميه خاطئه او غير دقيقه هذا اول حاجه الموضوعات اللي بتتكلم فيها غلط كلها اثنين احتوائي على معلومات متناقضه يقول في الاول تاثير الضغط على ما اعرفش ايه
بيحسن بعد صفحتين الى تاثير الضغط على الحاجه دي بيسوق. يا ابني ما انت قايل بتحسن في الاول اللي سواها بعد كده ده شغله يدل على انه رماد. وبعدين غموض في عرض الحقائق العلميه. هتلاقي المعلومات اللي حضرتك بتكتبها غامضه، يا اخي هو اصلك ايه؟ الواد ده قصده ايه؟ مش عارفين. نمره اربعه استفزاز. استفزاز الطارق والاستهانه به. استفزاز الطارق والاستهانه به. ما هو انت فاكر نفسك ناصر، ما هو انت غلبان لا بتقرا ولا بتكتب وشكلك كده مخوف. فبتكتب كلام انت فاكر ان هو جمل. يجي يقرا الطارق ايه الغرض؟ توقع معلومات ايه الغرض؟ استفزاز القارئ وايه؟ والاستهانه به. اخر حاجه ركاكه الاسلوب اللغوي. ركاكه. طب حلو يعني اسلوب ركيك يعني تافه. اسلوب ركيك مش بالقاف ركيك. الاسلوب اللغوي ركيك. كفايه عليكم النهارده الشويه دول. استعدوا بقى للحصه اللي جايه اسمعكم.